بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي. طبعا احنا في جو الشتاء بقى زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي بعد المغرب، بعد أذان المغرب، فأنا ما حبيتش إن أنا أفوت الفرصة ديت، لحظة البرق في السماء، منظره جميل جدا، فأنا ما حبيتش إن أنا أفوت الفرصة دي. حبيت ان انا اسجل فيديو عشان يعني نشوفه مع بعض. الله، هتديها شتا جامد. دلوقتي على الصوت انا وابني طلعنا نسجله اللقطة ديت، منظر جميل. هي دلوقتي هتشتي علينا اساس، احنا هنسجله لقطة كده وننزله. ابني هو تعمل لهم باي باي يا فتحي، تعالى هنا. لا استنى عشان نجيب عليك كويس. خش على لمبة عمود كده. هي كده مش باينة؟ هو فين اللي باين؟ شفت بس هو الصوت مسموع يعني، هي مش باينة بس صوت الشتاء. احنا يا جماعة انا نزلت انا وابني من على الصوت، وزي ما احنا سامعين كده صوت الشتاء، هو مش باين عشان الدنيا ضلمة، بس الصوت جامد، المطر جامد جدا. فانا حبيت بقى ان انا يا رب ادعو اللي عنده دعوة كده. اللهم يرزق هو المتين، ارزقني رزقا حلالا طيبا لا ينقطع اوله ولا ينقطع اخره، امين يا رب العالمين. وربنا يبارك لنا في اولادنا يا رب، ويصلح حالهم يا رب، ويجعلهم من الناجحين دايما يا رب. يا رب اللي عنده دعوه بقى ايه ديها بقى، ادعوا يا جماعه. يا الله يا الله يا رب، يا رب اكرمنا يا رب، وعوض صبري خير يا رب. حنان بت حواء وادم، يا رب عوض صبري خير يا رب. حاضر. هنا بقى منظر الشارع. المنظر باين، ده كده الشارع بتاعنا يا جماعة. أنا هنا في الرابع بقى. هي اللحظة كانت جميلة، لحظة البرق كده كانت جميلة جدا، عشان كده أنا حبيت إن أنا أصورها. كده حبايبي بقى اسيبكم بقى دلوقتي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كان معاكم حنان الورقي. يا ريت بقى تدعمونا بقى بالاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.